الدرس الثالث خواتي يتكلم على الملتبل. الملتبل هنا كنا نسميه بالعربي المضاعفات، مضاعفات العدد، أو بإمكان الطالب يستخدمه عن طريق الجدول الضرب. خلنا ننتقل هنا أسهل. أوكي، مثلا خلنا نبدأ بالأربعة. شو مضاعفات الأربعة؟ طبعا هو لازم نزيد 4 في كل مرة، ويكتب لي هنا السؤال 5 multiples، أوجد الخمس أرقام اللي هو الملتبلز. فكل مرة أزيد أربعة وزيد أربعة وزيد أربعة لين أطلع الإجابات، هذه هي الملتبلز. أو بإمكان الطالب يلجأ لجدول الضرب، يشوف 4 multiply 1 4، بعدين 4 multiply 2 8، 4 multiply 3 12، 4 multiply 4 16. هاي بعد طريقة بس شوي صعبة على الطلاب. نفس هني مضاعفات العدد 7 اللي هو تم يزيد 7، هني مضاعفات العدد 12 يزيد في 12، هني مضاعفات ال 15 يزيد 15. في هذا السؤال which number are multiples of 4؟ هذا مهم. شو يعني multiples of 4؟ يعني عدد يكون موجود في جدول ال 4. شو الأرقام اللي موجودة في جدول ال 4؟ عندنا مثلا 16، لأن 4 multiply 4 16. عندنا 64 اللي هو 4 multiply 16، هاي شوي صعبة على الطلاب لأن العدد وايد كبير. هني نفس الشيء يسألني multiples of 9، شو الأرقام اللي موجودة هني multiples of 9 من مضاعفات التسعة أو موجود في جدول التسعة؟ مثلا هني 45، لأن 9 multiply 5 is 45، 9 multiply 2 is 18. وهني بعد مضاعفات الستة، هني مضاعفات الخمسة، وهني سألني سؤال ذكاء، شو تلاحظوا في مضاعفات الخمسة؟ طبعا لاحظ هني مرة خمسة، مرة صفر، مرة خمسة، من مرة صفر، مرة خمسة بس. وهذه كانت الإجابة.